أعزائي التلاميذ، عزيزاتي تلميذاتي، أسعد الله أوقاتكم. اليوم سنرى درسا قرائيا من الأسبوع الخامس ضمن الوحدة الثانية، المجال الحقوق والواجبات. وقبل بداية الحصة لا بد من التذكير بأهدافها التي تتمحور حول رصد مدى تحكم المتعلم في القراءة، أي القراءة بطلاقة، رصد مدى تحكم المتعلم في فهم المقروء. لندقق النظر عزيزي التلميذ في الصورة المرافقة لهذا النص، ماذا تلاحظون؟ نعم، يتعلق الأمر بأسرة، الأب منهمك في عمله، نلاحظ أما إلى جوار ابنتها لعلها تداعبها. لاحظ هذا الطفل معي، تبدو عليه بعض علامات الحزن، لعله يفكر في شيء ما. لاحظ عزيزي التلميذ الصورة التي وضعت إلى جانبه، لعلها تشير إلى ما يجول بخاطره. إذن يمكن القول بأن هذا التلميذ أو هذا الطفل يفكر في اللحظات السعيدة التي كان يقضيها مع والده، أو يود لو أن الأب يحضنه كما تفعل الأم بابنتها. إذن عزيزي التلميذ، من خلال هذه الصورة لنقرأ العنوان أيضا. من يقرأ منكم؟ نعم، قصة عن الحق والواجب. إذن انطلاقا مما توحيه الصورة لنا والعنوان، ما هي التوقعات المنتظرة؟ بطريقة أخرى، ما هي الأفكار التي قد يناقشها هذا النص؟ عزيزي التلميذ، نمر إلى النص لندقق النظر جيدا في الصورة المرافقة له، ماذا تلاحظون؟ إذن هناك أب منهمك في عمله، ونلاحظ بأن الأم تجلس إلى جوار ابنتها لعلها تداعبها. أما الطفل فتبدو عليه بعض علامات الحزن، لعله يفكر في شيء ما. لاحظ عزيزي التلميذ الصورة الصغيرة التي وضعت إلى جانبه، لعلها تشير إلى ما يجول بخاطره. إذن يمكن القول بأنه يحن للأوقات السعيدة التي كان يقضيها مع والده، أو يود لو أن الوالد يحضنه بين ذراعيه. لاحظ معي عزيزي التلميذ، لنقرأ العنوان، قصة عن الحق والواجب. إذن بالنظر إلى العنوان والصورة المرافقة، ما هي الأفكار التي تتوقعون من النص أن يناقشها؟ بطريقة أخرى، ماذا سيكون مضمون هذا النص؟ إذن لنحاول أن نخمن ونضع فرضيات لهذا الجواب. إذن من منكم يعطيني فرضية؟ نعم، يتعلق الأمر بأفراد الأسرة. نعم، الفرضية الأولى أفراد الأسرة. نعم، حقوق الأطفال داخل الأسرة. نعم، لنحتفظ بهذه الفرضية، أو الأبناء والآباء وما ينبغي أن يربطهم من علاقات داخل الأسرة. عزيزي التلميذ، لنمر الآن إلى النص لنتأكد من صحة الفرضيات السابقة. كان يا ما كان، كانت هناك أسرة تعيش في سعادة وهناء. كان الإبن متعلقا بأبيه أشد التعلق، وكان الأب دائما ما يقضي معه الكثير من الوقت ليلعب ويمرح معه ويحكي له المزيد من القصص الطريفة المحبوبة كثيرا، والأحداث التاريخية التي عاشها المغرب ملكا وشعبا. كان الأب يعمل في المقاولات، وكانت له أسهم يتابعها على الأنترنت بشكل دوري،
ولديه الكثير من المشاريع والصفقات التي انشغل بأمرها. كانت الأم تشارك ابنها في كثير من الأحيان أوقات اللعب والمرح بعدما زاد انشغال الأب بعمله، فكان يخرج من المنزل في الصباح ولا يعود إلا في ساعة متأخرة من الليل. وفي يوم من الأيام أسرع الطفل إلى أبيه وقال له: يا أبي، لماذا لم تعد تلعب معي وتحكي لي القصص كما كنت تفعل معي في السابق؟ أجابه الأب: أنا مشغول الآن يا بني، العب الآن مع أمك. حزن الطفل وذهب إلى غرفته، وشعر الأب أنه أخطأ في حق ابنه، فذهب إليه لكي يراضيه. أخرج نقودا من جيبه وأعطاها له. ابتسم الطفل في وجه أبيه، ثم أسرع نحو وسادته وأخرج من تحتها قصة جميلة تحمل عنوان قصة الحق والواجب. تعجب الأب مما فعله ابنه وسأله: من أين لك هذه القصة؟ من أين حصلت على مبلغ شرائها؟ فأجابه: يا أبي، إذا كان من حقي أن تلعب معي وترعاني فإنه من الواجب علي أن أحسن التصرف في النقود التي تعطيني إياها. لقد تعلمنا أن المطالبة بالحقوق تستوجب القيام بالواجبات. إذن عزيزي التلميذ، سنتحقق من صدقية الفرضيات التي ذكرناها سابقا. على ما يبدو أن هذه الفرضيات جاءت في مجملها متعلقة بالنص الذي بين أيدينا، الذي يتحدث عن حقوق الأبناء على الآباء. نمر الآن إلى الأنشطة المرافقة لهذا النص، ونبدأ بالسؤال الأول. أحدد معنى كلمة متعلقا بوضع علامات في الاختيار الصحيح. لاحظ عزيزي التلميذ، لتحديد معنى أي كلمة وردت في النص لا بد من العودة إلى الجملة التي وردت فيها، على اعتبار أن الكلمة قد تحتمل أكثر من معنى، وهذا راجع إلى السياق الذي وردت فيه. إذن لنتذكر الجملة التي وردت كلمة متعلقا فيها. لدينا: كان الإبن متعلقا بأبيه. لاحظ عزيزي التلميذ، يمكن أن أعطي مثالا. على سبيل المثال نقول: قص الوالد الحكاية. هنا قص تدل على الحكي. يمكن أن نوظف الفعل نفسه في جملة أخرى، نقول: قص الأب الشرائط. لاحظ بأن المعنى قد اختلف تبعا للسياق الذي وردت فيه هذه الكلمة. وفي المعنى الثاني هناك دلالة على التقطيع. إذن كان الإبن متعلقا بأبيه، ماذا يقصد بها في هذا النص؟ هل تعني حزينا أم مسرورا أم مرتبطا؟ إذن بالعودة إلى هذه الجملة يمكن أن نستخلص معنى متعلقا. إذن الجواب مرتبطا. نمر الآن إلى السؤال الموالي. أعيد قراءة النص لأضع العلامة في المكان المناسب داخل الجدول التالي. إذن عزيزي التلميذ، لا بد أن تراعي في قراءتك شروط القراءة السليمة التي تحترم أساليب الوقف وتغيير النبرات بحسب ما تقتضيه طبيعة الأساليب. فالنص الذي رأينا غني بالأساليب، أساليب النداء والاستفهام والتعجب. إذا لاحظ عزيزي التلميذ، العبارة الأولى: لم يعد الأب يلعب مع ابنه بسبب سفره إلى الخارج.
إذن تبقى هذه العبارة خاطئة. العبارة الثانية: لم يعد الأب يلعب مع ابنه بسبب انشغاله بعمله. هذا صحيح، لم يعد الأب يلعب مع ابنه لأن الأم تلعب مع ولدها. إذن تبقى هذه العبارة خاطئة. عزيزي التلميذ، نمر إلى السؤال الموالي. أقرأ النص لتحديد الحق والواجب اللذين تحدث عنهما الابن في نهاية حديثه مع والده. تجدر الإشارة إلى أن الحقوق هي متطلبات أساسية لا يمكن للإنسان أن يعيش من دونها بكرامة، والواجب هو ما يتعين علينا القيام به، فمقابل حقوق نتمتع بها أنتم مطالبون بأداء واجبات. التلميذ داخل القسم له الحق في التعليم ويبقى ملزما من ناحية المسؤولية المنوطة به من المواظبة مثلا والاجتهاد. إذن الحق الذي تحدث عنه النص هو الحق في الرعاية واللعب. الواجب هو حسن التصرف في الأموال التي كان يسلمها الأب لولده. إذن كما سبقت الإشارة إلى أن الحق الذي تحدث عنه النص هو اللعب، أما الواجب والحق في الرعاية أيضا. أما الواجب هو حسن التصرف في النقود التي تسلمها الابن من والده. لاحظ عزيزي التلميذ، الوالد عندما كان يسلم لابنه نقودا هو لم يفرض عليه طريقة صرفها، هو منحه أو جعل أو أعطاه حرية التصرف. السؤال الموالي أضع عنوانا آخر للنص. لاحظ عزيزي التلميذ، إذا عندما نريد أن نختار أيا كان أو عنوان أيا كان من النصوص لابد أن نخضع لبعض الشروط، فالعنوان لابد أن يكون دالا معبرا واضحا وقصيرا نوعا ما، فالإفراط في الطول يكون سببا في عيب العنوان ويصير أقرب إلى الفكرة منه إلى العنوان. إذن ما هو العنوان الذي يمكن أن نختار كعنوان آخر لهذا النص؟ إذن من حقي أن ألعب، الواجب قبل الحق، يمكن أن نضيف إليها بعض العناوين الأخرى من مثلا حقوق الأبناء على الآباء. السؤال الموالي، أعبر عن رأيي بجملتين فيما قاله الابن للأبي في نهاية حديثهما. لاحظ عزيزي التلميذ، يقول الابن في نهاية حديثه: يا أبي، إذا كان من حقي أن تلعب معي وترعاني فإنه من الواجب علي أن أحسن التصرف في النقود التي تعطيني إياه. إذن إبداء الرأي في النص له ضوابط. إذن هل سلوك الطفل هنا كان سلوكا إيجابيا أم لا؟ إذن نعم، كان سلوكا إيجابيا، ويمكن القول أن الطفل كان في مستوى المسؤولية التي أنيطت إليه. لماذا؟ لأنه أحسن التصرف في الأموال التي كان يتسلمها، كان بالإمكان أن يبدرها في أشياء تافهة لأن الأب لم يفرض عليه طريقة صرفها. إذن هو اختار أن يوظف تلك الأموال في أشياء تعود عليه بالفائدة، واشترى قصة تتحدث عن الحق والواجب. إذن يمكن أيضا أن نقول في مقابل الحقوق التي يجب أن تمنح للإنسان هناك واجبات عليه القيام بها. قبل أن يطالب الإنسان بحقوقه يتعين عليه أداء واجباته أولا. وإلى هنا نكون قد أنهينا درس اليوم. شكرا على حسن انتباهكم، وإلى اللقاء في مناسبة أخرى.
اليوم بلادنا